ميسي في هذه البطولة تحديدا؟ انا اعتقد انفعاله نابع من ان المنتخب البوليفي قدر ان هو يقتل رتم المباراة او نسق المباراة. غريب صراحة تصرف ميسي اللي كان دائما معروف بالهدوء وكرة ميتة تقريبا، كرة عادية. حتى انفعاله طبعا رونالد، عارفين ان هو لاعب في الدوري الارجنتيني بيلعب في نادي كولون، ولكن المشكلة في حد ذاتها ان المنتخب البوليفي استطاع ان هو يقضي على نسق الشوط او رتم الشوط، ما شفناش هجمات كتير. ايضا الحكم في تحفظات برضو على بعض قراراته، ولكن كان فعلا لقطة نادرة وغريبة، لان احنا غريبة يعني ما كان فيها اشي، ما شفنا اي تصرف من رونالد.